أكلتنا لليوم هي زهرة باللحمة والكزبرة الخضراء، أكلة كتير كتير طيبة. جربوها ومع عصرة ليمونة كتير رح تحبوها. بقلي الزهرة وطبعا بحط لها لحمة كباب، وبدق سنتوم كمان بحطه مع اللحمة. هلأ الكميات انتو مثل ما بتحبوا. بقطع الكزبرة وبغسلها وبحضرها وبنشفها وبضيفها بس تستوي اللحمة، طبعا ملح وفلفل وبهار، وبحط نص كمية الكزبرة، وبعدين بحط الزهرة بقلبهم شوي، يعني هيك ما بخليهم يتخبصوا، بخليهم انه يحافظوا على شكلهم، وبضيف لهم كاسة شاي مي مو اكثر لانه كله مستوي، يعني نحن بس بدنا انه هيك تندمج الطعمات مع بعضها. وبس تخلص بتحسوا انه الزهرة طريت او الكاليفلاور، بترجعوا بتزينوها بالكزبرة الخضراء، بيضلون الكزبرة هيك يعني حلو. ومنحط لها عصرة ليمونة، فيكن تاكلوها غماس بالخبزة، وفي ناس بيعملوا قدامها رز. أكلة كتير طيبة، و يعني كتير هيك فيها نكهة لذيذة. صح.